عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنقرأ مع بعض كلمات الدرس التاني وهنحل في يونت 9 وهنحل صفحة 100 و101 من كتاب بيت باي بيت. عندي هنا صفحة 93 في كتاب بيت باي بيت، بيقول لي مهرجان دحرجة الجبنة cheese rolling العام الصيني الجديد Chinese New Year. مهرجان الطائرات الورقية Kite Festival. مهرجان التراشق بالطماطم اسمه La Tomatina. هنا طبعا الكلمات المتشابهة في نفس القافية، يعني went tent was because hit it ate put foot read. دي طبعا يقرأ، المضارع اسمه read، اما الماضي اللي هو قرأ read نفس كلمة احمر read. جبنا cheese طائرة ورقية kite كامل عدد how many ملابس clothes مش clothes clothes طين mud تنين dragon وحش monsters دي وحوش، يبقى monsters yuan دي العملة الايه الصينية. بالداخل inside طريقة way رياح wind محير confusing. طيب كارت أو بطاقة card طماطم tomatoes المملكة المتحدة the UK tell hill الأغرب the strangest bank هواء air أرضية أو طابق floor فوضى miss سباق race خيط string عالي أو مرتفع high صفحة 101. طبعا أول سؤال choose بيقول لي I wanted to take، هيبقى take part in the festival يعني يشارك في الاحتفال، اسمها take part in يعني يشارك في الاحتفال، احفظها مهمة جدا take part in. طيب number 2 بيقول لي عايز أداة استفهام هتبقى which festival is the most beautiful يعني أي الاحتفالات تكون أجمل. number 3 people throw tomatoes in هتبقى نقط festival، يبقى La Tomatina festival يبقى مهرجان تراشق الطماطم، الناس بتحدف أو ترمي throw يعني يرمي الطماطم. طيب number 4 we need the wind in the بنحتاج الرياح في ايه، يبقى kite festival يبقى احتفال الطائرات الورقية بنحتاج فيها الرياح. طيب هنا نحط الكلمة في الفراغ المناسب، بيقول لي نبيل likes summer holiday very much نبيل بيحب اجازة الصيف جدا، he likes it because he plays a lot of games هو بيحبها علشان هو بيلعب كثير من الايه من الجيمز الالعاب in it في الصيف يعني. حاتم likes to fly his هتبقى his kite يطير طيار، to fly يعني يطير وكايت طيارة ورقية. نبيل's friends like to fly their kites أصدقاء نبيل بيحبوا يطيروا طياراتهم. أيضا نبيل's kite looks like an eagle يعني الطيارة بتاعت نبيل تبدو كنسر. His friend's kites look like a lot of strange things
يعني طيارات أصدقاء تبدو كثير من الإيه أكثر غرابة، يعني شيء أكثر غرابة. The sky is full of kites، السماء مملوءة بالإيه بالكايتس بالطيارات. نبيل flies his kite in the afternoon، نبيل بيطير طيارته بعد الظهر. نبيل and his friends are very happy، يعني نبيل وأصدقائه بيكونوا إيه سعداء. طيب تعال نشوف نصحح الخطأ. بيقول لي why do people، هنا عندي throw بالإي، طبعا دي تصريف تاني، لا احنا عايزينها بالاو اللي هي تصريف اول، يبقى throw يرمي. طب ليه جبنا تصريف اول؟ ده المصدر. طب جبنا مصدر ليه؟ عشان عندي do هنا عايزة فعل في المصدر، اول ما تلاقي do او does او did يبقى على طول الفعل يجي في المصدر. طيب number two it was one of the strangest. strangest يعني الاغرب، اغرب شيء things I ever saw، اكثر شيء انا رأيته. صفحة 101 بيقولي هنا how do you، هتبقى how do you feel تصريف اول، قلت لك لو لقيت do او does او did يبقى عايز تصريف اول لسنة رابعة، يبقى مش felt، felt دي تصريف تاني اخليها تصريف اول feel. لازم تكون عارف سبب الاجابة، ده grammar ولازم تكون فاهمه كويس جدا. number 4 she ate up in the air yesterday. بص كلمة yesterday دي بتدل على الماضي، يبقى عايزين الفعل اللي بين الاقواس ده نجيبه في الماضي. الماضي ده اللي هو ايه سنة رابعة، تصريف تاني للفعل بإضافة دي او اي دي او اي اي دي، او لو كان فعل طبعا غير منتظم شكله بيتغير زي throw هتبقى through، يبقى الاو نخليها بالاي، اللي بالاي ده تصريف تاني في الماضي. البونكتويشن هنكبر حرف الدبليو، وفي اس هنا هنحط قبليها apostrophe، يبقى what is what is بس كده، الدبليو والapostrophe هو اساسا حاطط الquestion mark. الباراجراف بيتكلم عن تشيز رولينج، ده حركة الجبنة، طبعا ده احتفال اتكلم عنه، حاول تعمل 5 جمل او اكتر بين كل كلمة وكلمة، سيب مسافة. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة، ما تنساش اللايك قبل ما تمشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.